في برنامج الجدعان ريل استيت. النهارده هنتكلم عن شق مهم جدا في التنميه السياحيه وهي السياحه البيئيه. النهارده احنا من الفيوم من رمال الريان جلام، حلقه مخصوصه معموله لعشاق السياحه الصحراويه. استنونا حلقه جامده مع ايقونات الصحراء المصريه. بداية السياحة الصحراوية اللي بجد البلاد دي مصريين. الرالي لما بيوصل منطقة زي دي بيشغل المنطقة كلها، عائد يوازي كاس العالم. سياح الصحراء مختلف، هو عارف ان هو طالع كل حاجة بتتعمله مخصوص. الصحراء ليها قوانينها احنا بنمشي عليها. دوس ريستارت، رجعت فريش، تقدر تواجه الحياه بعد كده. الناس عرفت يعني ايه صحراء، تقدر تخرج تخيم في الصحراء، تقدر تعمل كامب في الصحراء. كل سنه ناس بيكلموني متسابقين عاوزين يجوا يسابقوا باي طريقه عندنا. انتوا عينيهم في الصحراء اصلا. زي ما ناس بتسافر تشوف التلج، في ناس بتجيلنا عشان تشوف الصحراء. كل هذا واكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت، الاحد من كل اسبوع في السابعه مساء على القاهره والناس 2. اهلا بكم في العاصمه.